قدم المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور قدم رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية لمساءلة إسرائيل والمستوطنين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وقال منصور في رسالته للمجلس إن التصعيد الخطير للإرهاب والعنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يتصاعد من تلو الآخر، منتقدا فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي الإنساني.